طلبة كلية الهندسة في جامعة بوليتكنيك فلسطين، لا سيما أن هذا المشروع يخدم فئة مهمة في المجتمع وهي من أصحاب الإعاقة البصرية، بحيث تمكنهم من الاندماج في المجتمع وسهولة الحصول على فرصة عمل. يتميز المشروع بسهولة الاستخدام، يقوم المكفوف بلبس النظارة ووضع السماعة على أذنيه. بعد تحليل الصورة يرى المكفوف الجسم الموجود أمامه مثل الكتاب والماوس والكيبورد وغيره من الأجسام ممكن يحتاجها على المكتب. ماوس، هاتف، كيبورد، كتاب. الهدف الأساسي منها هي مساعدة الأشخاص المكفوفين في التعرف والكشف عن الأجسام والأشياء اللي بيشوفوها في حياتهم اليومية. هو عبارة عن نظارة عليها كاميرا ذكية حساسة خاصة بمواصفات معينة، طبعا بتقوم بالتقاط المشهد ريل تايم، بتعمل على نقل المشهد إلى الميني كمبيوتر وهو عندنا هنا ريسبري باي.